Bonsoir à toutes et à tous, مرحبا بكم, bienvenue pour cette seconde vidéo. راح نتكلموا شويه على السياسه والشيء اللي راهو صاير ما بين ايران و اسرائيل. بزاف الناس مساكن اللي تكلموا معايا واليوم قالوا لي الحمد لله راهو كيف اسمه جابنا ربي بلاد اللي ايران اللي راحت كما قال واحد تحمر وجوه العرب وتحمر وجوه للمسلمين وصاي وهذه هي واسرائيل راح هذا هو جاء النهار اللي باش تزول وما نعرفوش وما نعرفوش. على كل حال انا نحترم راي كل انسان ديمقراطي بتقدر سيمبلومون انا عندي راي اخر. الراي هذا اللي عندي انا هو جاب لي ربي ساعة الخير لهذو جماعة الدواعش نتاع إيران. جاب لهم ربي ساعة الخير. مي شي نتأسفلوه الشي اللي يعني والله يعني اللي ما فهمتش كيفاه نقول لهذو الإيرانيين مساكن هذو يا ولدي يا ولدي بداو حفروا حتى كي تحفروا ما نضلش كاين تمنعوا ما نضلش باسكو ثم وين يزيدوا بالك يبعثوا لكم على عباك. هما عندهم هذو كيسمو لي زاميريكان ولا اسرائيل عندهم صواريخ توماهوك. هذو هذا توماهوك هذا راهو عبر للقارات بريميرمون يضربوا من قاره لقاره. والمشكل وين هو؟ المشكل هو يضرب يحفر في الارض يحفر ويكسبلوزي هذاك المكان كامل. دونك الناس اللي قادرين باش يهربوا من ايران غادي يهربوا. انا نقول لكم كما قلت الخطر اللي فات للناس اللي في لبنان, اذا ناس قادره باش تهرب من ايران غير يهربوا. خطرش يا ناس الموازين ماهيش كيف ما تنجمش انت اليوم تقول لي انت اليوم هذو ايران هذو راحين كما قال واحد ينحيوا اسرائيل من الوجود. أو كونترير إسرائيل راح تنحي إيران من الوجود. إسرائيل كما قلت لكم وقدام خطرة نهضر الناس بلاتر مازالو مفهمونيش, كي تقول إسرائيل تقول ليزيتازوني دامريك, كي تقول إسرائيل تقول فرنسا, كي تقول إسرائيل تقول لغراند بريطاني, كي تقول إسرائيل تقول كندا, وروحو الدول القوية العظمى الدول القوية العظمى اللي ماهيش مع إيران ماهيش راح تكون مع اللي ماهيش مع إسرائيل ماهيش راح تكون مع إيران كيما الروس كيما بكرويب اللي الروس اليوم يلونسي لي ميسيل على كيف اسمو
على اليهود اللي شاف كيما هكا راه يحلم وراه مسكين ما يعرفش البوليتيك. كيما واحد الوقت قال لي واحد قال لي حنا مع الروس هذو الصباح لو كان كش ما يحبوا يديروا لنا الروس يدخل. يا راجل انا البليس الروس هذا حبيبنا على واش؟ حبيبنا باش يبيع لنا الماتريال وباش باش يدي دراهم برك هذه هي ما هو حبيبنا ما على بالو بينا. دونك انا جابني ربي جاب تاع الخير اللي راح يهنينا من هذو الدواعش هذو نتاع ايران اللي هما بعد راهم يعني واش نقول لكم يعني سمحوا لي يا ناس كانوا مواطنين هما ضد نفوسهم ضد نفوسهم. علاش لي زيرانيين ضد نفوسهم ضد كيما حنا الجزائريين ضد نفوسنا حنا ضد نفوسنا. حنا نهار استقلينا في 62 باش نديروا الطريق الصحيح ادينا طريق ديغولاس هذا هو. لو كان دينا الطريق الصحيح حنا استقلينا كنا نبقاو في اوروبا. حنا كنا في اوروبا قال اخويا انا اليوم حنا دينا استقلال نتاعنا انا حنا ما ديناش حنا ما حاربناش فرنسا باش نروحوا للعرب. قالت محمد حنا ما حاربناش فرنسا باش نوليو مسلمين. قالت حنا حاربنا فرنسا على جهه البلاد باش نحكموا حنا بلادنا ونسيروها. وما دامنا رانا في اوروبا يا اخي فرنسا راحت حنا نبقاو مع اوروبا. وكنا اليوم راهي البلاد لاباس عليها راهي لاباس عليها حتى ورانا مسلمين بصح مع اوروبا. كيما كانت راح دير هذه لا تركي داخله في لوطون ويلعبوا مع اوروبا بالون يلعبوا مع اوروبا واش هو راحوا مالو بالبالون باش اوروبا ما دخلوش كانوا باش يخشوا حتى هما لوروب وجاهم الدواعش اخلص قال لهم الاخرين فرنسا والناس اللي اجتمعوا قال لهم ما حبوش حنا ما جيبولناش الدواعش تجيو عندنا لوروب نو هكا درنا حنايا الجزائريين درنا غلطه كبيره خلاص وترمو كنا كي استقلينا رانا بقينا في اوروب ها حنا جينا في الميديتيراني الباسا ميديتيرانيا يا خويا نبقى في اوروب ما تقوليش انا على المروك وعلى تونس. المروك وتونس حاجه اخرى. المروك ما كانوش واش يقولوا مش كيما حنا مش كانوا واش يقولوا لالجيريا اللي تي فرونسيز بصح المروك سي با لو كا نو ما كانوش واش يقولوا كانوا حاجه اخرى. حنا عندنا لو ستاتيو بعد حنا بعد كنا دي فرونسي الشعب الجزائري كامل فرونسي ما كانش واحد ماهوش فرونسي اللي كان عايش وقتها كل فرونسي نوليو الجيريان متبعين لوروب دوكول. علاه نوليو الجيريان ونتبعوا العرب مشاكل علاه ما تبعناش الهند خير الله يهدي علاه ما تبعناش افغانستان. شوفوا هي المشكله الجزائر ما تغيرش الكونتينون باقي هو لا فرنسا كانت هي اللي متبعه لاوروب خرجوا علينا احنا نسيبوا بلادنا نبقاو في اوروب. واحد عندي طوموبيل تاعي طوموبيل تاعي مرسيدس دهني واحد ها من بعد نحيها له رجعها كاميون ولا رجعها تركتوه الله يزيد غلطه كبيره. حتى هذو لي زيرانيان غلطه كبيره كان عندهم الشاه ايران كانت ليرون اون بويسونس اسي كانت اون بويسونس قالك لا ها راح جيب لنا صحاب الحي. ونهار جاهم هذا كيف سي خونا هذا جاهم باللحيه لهنا وهما خرجوا له الكل والله اكبر الله اكبر طالع البدر علينا يا ولدي طلع عليكم الهم يديكم واش طلع عليكم البدر. دونك باش نقول لكم انا في الساعات ولا في القادمه ولا في الايام القادمه فوزالي فوار الشيء اللي كنت نقوله راح انا نقول لكم باللي راح ايران هذو النظام تاع طهران هذا راح يخلص لافاكتور غاليه بزاف غاليه وللاسف راح يكونوا فيها ضحايا بزاف وهذيك هي البروبليم هذيك هي البروبليم الكبير كبير كبير. الغالب لي سيفيل هما اللي غيظوا. علاش حنا قلنا للجماعه تاعنا حنايا المسؤولين تاعنا يا مسؤولين ما توصلوناش حنا اللي نسلكوا غدوه ما مش راح يقولوا لنا اهرب من صف واهرب فلان واهرب رانا رايحين بومبارديو راح بومبارديو من ولا في غزه ك
كاش ما قالوا الاولاد هربوا ولا قالوا الاخرين هربوا، ما كانش يبومبارديو كي بروي الله يسهل عليه. سي سا يقول لك اخويا دبر راسو، موت على روحو موت على روحو. دونك راح يكونوا فيها ضحايا بزاف، مي ساشي بيان بلي بتاتر هذه هي الناس تفرح بزاف وفرحانين ويعطيهم الصحه وبعثوا لي ميسي وكذا ويعطيهم الصحه وعطوا طريحه لاسرائيل. دونك اي فودري كيما قال واحد فوار لي كونسيكونس، الشيء تاع هذا الشيء اللي كامل هذا تشوفوا من بعد فوزالي فوار اذا ما وجدت في كلك في لي زور كي سويف سي دون لي جور كي سويف فوزالي فوار بلي بتاتر طهران هذه بتاتر الريجيم تاع آية الله هذا يزيدوا يتقعدوا له جماعه اللي ضده في واش يقولوا في البلاد بعد هما بعد اللي بالك يوليو يحوسوا على هذو جماعه المول الله هذو يقتلوهم هما بعد بالك. خاطرش العراق كاين شتو برك العراق على ساعه قبل ما يدخلوا الامريكان العراق كانوا الشعب العراقي كل جي الشعب معك صدام. نهار جا الطنق نتاع داخل تاع الامريكان دار الشوكة لقى هذاك الصحاف مازال يهضر، داو كامل كي العسكر كي كامل العسكر نحاو خشوا روحو لديارهم والاخرين راحوا بداو كيما قال واحد يجرو في عقاب الناس اللي مع صدام كيما قال واحد يذبحوا فيهم ويقتلوا فيهم. سي صا دو اتوت الوغ هذه برك جبتها باش ما نطولش عليكم، قالوا لي الناس ما تجيش تطول علينا من فضلك، اعطينا برك المهم، اعطيتكم المهم ان شاء الله. إذا كما كان دوطر فيديو إن شاء الله من بعد نقول لكم أتو تدارو القيم ديال هنا من بعد إن شاء الله نرجع لكم.